الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخوكم عاطف محمد صالح من محلية بربر البوغة العشيرة التابعة لكيلو 8 حواشات. أنا طبعا في آخر التسعينات يعني تخليت عن مستقبلي الدراسي ومستقبلي التجاري كله عشان كان أبوي ومريض ومرض أبوي كثير وعندي خويين عيانين بنفسيات مرض نفسي بعد الشر عليكم. أنا بعد ذاك قمت لما لقيت أصلا ما في طريقة غيرين وكم قاعد معهم قمت اتزوجت سنة بعد 2000 وسنة 2001 الوالد توفى. سنة 2003 أنا اتزوجت عندي 3 أطفال بنتين وولد. كنت يعني زي ما تقول شايل البيت مع قدرة رب العالمين وتسيير الأمور من الله سبحانه وتعالى. فجأة حصل لي حادث سقطت من شجرة بتاعت نخل وقعت منها. حصل لي انفصال في سلسلة الفقرية وشلل كامل للأطراف السفلى الأرجل زي ما شايفين الأرجل ما فيها حركة نهائيا. عندي 3 أولاد ولد في الصف السابع والبنات في الأساس هو برضو ماشيين سنة سنتين بخش السنة العالية. رغم الظروف دي أنا دار أعلمون ودار أقريون. أنا وقعت في سنة 2009 وحصل لي شلل يعني بقيت طريح الفراش. طريح الفراش معناته غرح سريرية تعامل بالقسطرة يعني بدون مؤاخذة أنا بسير بالقسطرة وعندها في بسبب الغرة عملوا لي عملية جراحية فتحوا لي المصران بالجنب بيجي عشان يقدر يعالج الغرح والغرة مستمرة للآن. القصة دي طبعا طويلة معانا من سنة 2009 وللآن أنا على السرير مقابلات بتاع دكاترة تعليم بتاع ولاد. في الفترة دي فقدت الكثير. هدفي الأول ولادي يتعلموا لأنه مستواهم كويس. هدفي الثاني تكون حياتي المعيشية مستقرة. لو لقيت ركشة بتجيب لي دخل وبتحركني تطلعني الشارع أقدر أحوم مع الناس رغم إنه الكرعين ما في حركة لكن يعني بتحرك بوسيلة ممكن. حتى الموتر الثلاث عجلات ده ممكن أتحرك والتوك توك أتحرك الركشة لكن بتجيب دخلي بتكون أنا ستة أسبوعين بحي يعني حركتها وعملتها دخلي. الحاجة الثانية في 11 سنة دي وتزيد البيت اتهجوا مشكلته يعني السقف انتهى ووقع وذات البيت بعيد من المستشفى المقابلات بتاع الدكاترة داير بيت وركشة باختصار. البيت بيكون قريب من الطب والمستشفى والمقابلات مستمرة الغرح ماشية مستمرة. الركشة بتجيب لي دخلي ولادي شاطرين دار قريبة. أخواني عندهم عيانين عندهم نفسي هذا راكزين بغالي ما في زول معي قدرة رب العالمين والأخوان اللي بيحسوا بي بيصلوني مرة وأنا والله ما كنت أتطرق للفيديو ده لكن عينت لمستقبل ولادي ما دار. أنا طبعا زمان كنت طرحت ضحية من أهلي لا ما دار أطلع ضحية لأنه مستواهم كويس الحمد لله على كل حال. طبعا حس حاليا الوافة قدامي دار أتحرك بركشة داير بيت جنب حتى لو قطعة سكنية يعني كل البيت كله بين حدود 600,000 لمليون جنيه سوداني والقطعة السكنية فيه متوفرة يعني لو الواحد بيقدر يشتري القطعة ويقدر يبنيها ويقدر برضه
الحاجتين دل لو لقيتين نفسياتي شوية بيرتاح بلادي بيكونوا قريبين لرفاقتهم يعني ما بيكونوا نقصوا الحمد لله. زوجتي بعد تميت أنا سنتين أنا حسي لها لي صغيرين زي ما قلت 11 سنة بعد تميت سنتين لأشياء تتعلق بالصبر وعدم الصبر ولأنه عشان الحياة طبعا متطلبات كثيرة وأنا ما أقدر أشرح في المواضيع دي كثيرة دي قسمة الطلاق هو عاطف محمد صالح عاطف محمد صالح الآن معاي الولاد بيساعدوني وأنا بساعدهم حاجتين أنا ذكرتهم ديل مهمات بالنسبة لي حاليا أنا اضطريت إنه أعمل الفيديو ده اللي بيشوف الفيديو ده بيكون عنده ناس بيعرفهم خيرين الزول اللي ما عنده هدف للخير واللي عنده هدف للخير والدلع على عمل الخير كما فاعله ومن ذا الذي يغرض الله أرضا حسنا فيضاعفه له الحمد لله رب العالمين الحمد لله. أنا ما داري أزيد أكثر من كذا غير الرقمين على التلفون 092-540-432 092-540-432 الرقم الزين 090-76-15-729 090-76-15-729 ده الزين الاسم بالكامل عاطف محمد صالح محلية بربر الباوقة جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وبالتوفيق إلا من عند الله جزاكم الله خير طبعا لي أرغام الأرغام القناة بتاع الأولاد عشان احنا كلنا من الأرغام عندي طبعا انا عاطف محمد صالح ده مجتمع ودي طبعا الرماز ودي ملاز دي ملاز ودي طبعا مستشفى الفيصل والمعاناة الاولى المستشفى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.